يا جماعة بعد إذنكم أنا عايز أخد من وقتكم دقايق بسيطة جدا، وأسف إن أنا بقطع عليكم البريك بتاعكم، مع إني عارف إن فترة البريك بتاعكم هي الفترة اللي بترتاحوا فيها إن أنتوا تقدروا تتناولوا الغداء بتاعكم وتعملوا أي حاجة، المهم إن هي بتبقى وقت الراحة بتاعتكم. أنا عايز أقول لكم إن أنا قبل ما أجي الشركة هنا كنت بدور على شغل كتير ولفيت كتير زي أي شاب، وما كانش فيه قدامي غير إن أنا أشتغل في شركة اي تي يو تي. مهمنيش شغلي فيها هكون ايه، هشتغل ساعي هشتغل فراش، المهم ان الوظيفة لقيت نفسي فيها. وبعد ما اشتغلت حسيت ان انتوا في ناس منكم ممكن تكون اتضايقت مني في حاجات بسيطة، بس اللي اتضايق مني للأسف يعذرني لان انا بتحمل طاقة وضغوط في الشركة هنا ممكن تكون اكتر مما اي حد بيتحملها. انا ممكن اكون بفتح الشركة الصبح باجي بنظفها قبل ما اي حد بيجي فيكو، بتيجوا تلاقي مكاتبكم نظيفه، مفيش اي اهمال، في ضغوط عندي من مكتب الاستاذه ناديه لمكتب الموظفين. ممكن ابقى بنظف في ترابيزه هنا الاقي ترابيزه تانية اتوسخت بعديها في ثانيه فبضطر ان اروح انظفها، فحاسس ان في ضغوط كتير عليا. اعمل شاي يا عبدو حاضر، هات ميه يا عبدو حاضر، اطلع نظف الباب بره يا عبدو حاضر، شيل الحاجة دي يا عبدو ونزلها تحت حاضر. فأنا حاسس إن أنا عليا ضغوط كتير جدا في الشركة، ورغم كده أنا متحملها لأن أنا حاسس إن كل اللي في الشركة هنا أنا وهم شيء واحد ومفيش حد أعلى من حد في حاجة. وإذا كنت ضايقت حد فيكو في حاجة فأنا آسف جدا، بس لازم أي حد فيكو يقدر المشاكل والضغوط اللي أنا فيها. دلوقتي يا جماعة أنا آسف إن عطلتكو، ويا ريت تمشي امشي 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 تهو يلا. انت بقى وخلص بقى، خلي شكلنا طلع لنا حتى جول ماي بواد. بص بقى بص يا عم خلص يا عم، هي دي هتيجي هي اللي جايه دي. ايوه هو مفيش خالص. يلا لا مفيش. ايوه ايوه اشتكيت وربي وهويت وضع من ايدك كاسنا. انا لا مش فاهم، مش
فاهمكم بجد، اصل الماتش يا جماعه لسه ما خلصش. لسه ما خلصش؟ الدقيقه 89 والماتش لسه ما خلصش. ما خلص الماتش، ما بيخلصش غير لما الحكم بيصفي. يا سلام يا سلام. اصل البرشا بيكملوا في الباص وهم مروحين. وعشان كده كل مره الاقي فاكرين ان هم اللي هيفوز. على فكره بقى، انتوا ما تعرفوش ان في الدور الثاني هتتروقوا. في الدور الثاني هيعيدوا بس نفس المباراه. طب بس بس بس. ايه، في حد فيكوا عنده تعليق؟ في حد فيكوا عنده تعليق؟ اقول ايه؟ طيب اقول لكم ايه، انتوا ما تقلكمش حاجه على فكره، كلكم طقموا يا شبه بعض، سبحان الله. هو الريال مدريديين كلهم شبه بعض. ايه ده، ايه ده المناظر دي؟ لا ولا مش عارف تعرفوا تلعبوا اصلا. يا تنظيم. قول تاني كده. مين تقصد ان انا حبنا عشقنا؟ هو انت بتتكلم عننا يا ناسي؟ هاك واخد معك ليالي وسنين عمرنا. انا اللي اشتكيت وهويت ودع من ايدك كاسنك ده. ايه يا عيني يا عيني؟ مفروزين مفروزين. في ماتش تاني يا جماعه، انتوا بتتفرجوا على كوره اصلا؟ انتوا في الكوره وعارفين ان في ماتشين اللي في ذهاب وعوده وكده؟ عادي يعني لما يحصل كده في ماتش، في ماتش تاني هتتروقوا فيه. يا سلام. معلش معلش يا عز، بس يعني مش عايزك تخش على الفيس دلوقتي، لان زي ما كريستيانو عمل فيكم فيلم الارض، لو دخلت الفيس دلوقتي هيتمسح بيك كرامه الفيس. كرامه الفيس؟ ايوه كرامه الفيس. ريال مدريديين بجد يعني. غالب ومغلوب يا ابني، غالب ومغلوب. يا شيخ روح، انتوا بتعرفوا تلعبوا اساسا؟ عايز ايه يا دنيا؟ خلصيني مش وقتك. هي كده برشلونه خسرت؟ بس بس يعني خسرت ولا ما خسرتش؟ فهمني. اتعملت خسرت. لا امال مين الفريق التاني؟ ماشي يا دنيا هقول لك بعدين. بس بقى بس يا دنيا، انت بتشجعي مين؟ انت قاعده معانا ليه؟ انت المفروض تقعدي هناك ولا تقعدي هنا؟ انت عايزه ايه؟ احب افهم اللي بيحصل ده اسمه ايه؟ انتوا بتقعدوا تتفرجوا على ماتشات كوره؟ وايه المشكله؟ ما هم في بريك ولازم يفك شويه علشان ضغط العمل. ضغط العمل؟ هو احنا عندنا عمل اساسا عشان يبقى فيه ضغط؟ بصراحه بقى اليومين اللي فاتوا دول فيهم شغل كتير جدا، وانا حبيت اعمل كده علشان يبقى فيه شويه راحه نفسيه. لا لا لا، الا موضوع ضغط العمل ده، انا مذاكراه كويس قوي. اللي انت بتقوليه ده ملوش علاقه خالص بعلم الاداره، ده له علاقه بعلم التهريج. سيبيني الموضوع ده وانا احله، ومن فضلك ركزي انتي في شغلك وبس. شكرا. ايه رايح فين؟ عندي ميعاد يا برنس. انترفيو؟ رانديفو. ترش؟ لا ماليش في المنكر. يا عم ده حلال اهو. ضغط عمل ضغط عمل ضغط عمل. اكيد في فرق بين ضغط العمل وعشاء العمل. عشاء العمل انا عارفاه كويس. نشوف ضغط العمل. ضغط العمل لا تعطي الموظفين اعمالا تتجاوز قدرتهم. ايه العبط ده؟ خفف الشغل عن الموظفين اللي بيشعروا بضغط العمل. مين اللي سمح لهم يألفوا كتب بشكل ده؟ ادرس أسباب ضغط العمل لدى الموظفين. احنا لسه هندرس
اللي ذاكر ذاكر خلاص. عمي دهب. بلاش خليهم بقى يتعلموا فن الإدارة. مش أفكاري دي على فكرة ممكن تدرس في الجامعات الأجنبية. فخورة بنفسي لأني متواضعة. دايره وسهم شغل جامد. هي فين العبقريه دي؟ دي فكره زي الفل والله زي الفل. تعرفوا ان انا اول واحد هيستخدم التكنيك العبقري ده عشان عندي ضغط عمل في الشغل. ايوه ما في ناس عندها مختصه في اداره الاعمال وفي ناس مختصه بعمل الاعمال المختصه. ضياء جرب. هيتعور. انا رايي انه مش هيتعور. خش يا ضياء بقلب جامد. ضياء بلاش تهور. ما تصدقش الكلام ده. يعني ناشن راسي في البتاع الحمرا دي؟ يوه ما قلتلك يا ضياء ما تترددش. دي فكرة هايلة فكرة عبقرية. ايه 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 عملها لعبة. ايه ده؟ ضياء لا حول ولا قوة الا بالله. هو ايه يا جماعه؟ هو كان بيجري على سرعه كام؟ حوالي 30 عقده في الساعه. نسيت اكتب انه المفروض يجري على 10 عقده في الساعه بس. هو المشكله عنده الايرباك ما فتحش. يا لهوي الحقوا. ايه ده مصاب. يا سلام ده بينزف. ايه سرعه البديهه اللي انت فيها دي؟ عاجبك كده يا ناديه؟ ده اسمه كلام ده برضو؟ هو ده الحل بتاع ضغوط العمل اللي عندك؟ نكسر حيطان الشركة بقى ونبوظ الديزاين. يا دنيا خلي عندك شوية رحمة بقى. يا جماعة احنا لازم ننقذ ضياء قبل ما ينزف كل دم كده. عبده هنضف طول اليوم حرام عليه. وطبعا بقى لازم ننقذه بدل ما يموت. يموت ايه بس يا فلالة ولا فالك؟ امال انت فاكرة ايه؟ متوقعين ايه يعني لما يخبط دماغه في الحيط؟ طبعا الارض كلها هتتملي دم. ويموت والتوتر يروح وكده ضغوط العمل تنتهي. ثانية واحدة يا جماعة، احنا مش عندنا سياسة عامة لمعالجة حوادث العمل؟ اه طبعا عندنا. طيب يلا بقى يلا نطبقها فورا. يلا كله على شغله. يلا اوكي يلا يا جماعه يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بيكم في اجتماع لجنه السلامه المهنيه. اهلا بيكي. فين السياسه يا حنان؟ اوكي بس بسرعه ونبي يا حنان عشان عايزين نلحق ننقذ ضياء. ولا اقول لك يا ناديه، ايه رايك ننقذ ضياء الاول وبعد كده نعمل الاجتماع؟ مش نفكر شويه؟ طب لما ننقذه هيبقى ايه نسبته الاجتماع ده يا جماعه؟ اه والله برافو عليكي. طب كملي يا نادي. مكانك ولا حركه يا ضياء. البند الاول في السياسه بيقول عند اصابه احدهما اللي هو انت لا يجوز تحريكه من مكانه. اهو اتحرك يا ستي اهو. لعلمك بقى اي مضاعفات انت المسؤول عنها. انت حر. خلي بالك يا ضياء،
انت كده بتخالف السياسة. النقطة التانية يا عبدو جيب ملاية وتعالى بسرعة. اوكي. لغاية بقى ما نلاقي النقطة التانية انزل براحتك على ضياء. ضياء يا عم اهدى بقى شوية واقعد مكانك والنبي ما تتحركش كتير لحد ما نلاقي النقطة التانية. هيا حنان دوري على النقطة التانية براحتك خالص لحد ما توصلي لها وبعدين توصلي للنقطة التالتة. هي النقطة التالتة ايه بقى يا حنان؟ يا ضياء خد الملاية معاك وانت بتزحف. النقطة التالتة لابد من وجود شخص مدرب تدريبا جيدا على الاسافات الاولية في الشركة. النقطة اللي بعديها لابد من وجود مواد اسعافات اولية في الشركة في مكان واضح يسهل الوصول اليه. انا معايا الشنطة. برافو عليك يا دنيا. بذمتكم في كام شركة في البلد فيها علبة اسعافات اولية ممتازة زي دي؟ ده وقت اكل يا دنيا برضو. ناكل شاي يا عبدو. اكل ايه ده؟ دي عدة الاسعافات الاولية. ايه يا دنيا ده؟ انتي ملياها بسكويت؟ امال فين الاسعافات الاولية؟ ما انتي خدتيها كلها معاكي الشهر اللي فات. صحيح افتكرت اصلي كان عندي مشكلة طارئة في البيت يعني. بس برضو كان لازم تمليها على طول اسعافات اولية. البسكويت ده نوعه ايه؟ البسكويت ده مخصوص علشان الرجيم. بصي انت عمرك ما قلتي انك عندك بسكوت طب للتخسيس. خليكي فاكره ها عايزه تخسي لوحدك صح. كل اللي بيحصل ده اهمال وتسيب. بس سيبكم من الموضوع ده خالص، في موضوع تاني اهم. انت ازاي تاكلي بسكوت لو فات ما تقوليلناش؟ عايزه تخسي لوحدك مش كده؟ انت انانيه يا دنيا على فكره. اخص عليكي اخص. يا جماعة ده مغمى عليه، لازم ياخد تنفس صناعي. مين فيكم بقى بيعرف يدي تنفس صناعي كويس؟ التنفس الصناعي ده اللي هو بتاع البق ده؟ اللي هو بقك على بقه وياخد اكسجين وكده يعني. انا هديله التنفس الصناعي. انا بعرف، انا مرة حضرت الحصة بتاعة التنفس الصناعي. ايه يا دنيا؟ انت عايزة تديله تنفس صناعي وتحطي بقك على بقه؟ لا طبعا مستحيل، ما يصحش. ليه يا بنتي؟ دي حاله مرضيه. يعني ايه يا ناديه حاله مرضيه؟ لا طبعا. ايه ده؟ ايه يعني لما انفخ في بقه واعمل له تنفس صناعي؟ يلا يا دنيا الراجل بيموت. لا مستحيل، انا اللي هعمل التنفس الصناعي ده. خلاص ادي له يا دنيا انت تنفس صناعي. يا جماعه حد ينقذني انا بموت. اي واحده تديني تنفس بس. حاضر. ايه باين ان هو مغشوخ عليه ولا اي حاجه وفايق ونصاب كمان. خلصي بقى يا دنيا اديله. برافو، انا فخوره بيك، انت متفاني يا ضيا. لا ما احبش البسطه دي، ما احبش ابدا انكار الذات. انت اكتر واحد بيشتغل في المكان ده صح بدليل انت امبارح مشيت من هنا الساعه 9 بالليل ومع ذلك انت اول واحد جيت النهارده الصبح صح. وهو ده اللي بيعمل لك توتر وضغط عمل. حضرتك اللي طلبت مني. حتى لو انا ما طلبتش، انت بتعشق شغلك، انت بتحب شغلك قوي يا ضيا، انت بتحب كمان تعمل اعمال بطوليه في شغلك. بس كانت ايه النتيجه؟ ايه النتيجه؟ اهي النتيجه، انك نفذت التعليمات الاداريه بحذافيرها وخبطت دماغك في ادخل حيطه. بس فين بقى المشكله؟ المشكله ان انت اغمى عليك امبارح ساعه كامله. وانا فعلا اغمى عليا ربع ساعه، وكان في ساعه الا ربع تنفس صناعي. هي دي بالظبط المشكله. لا بس والله العظيم فاهمه ما تشرحش. فاهمه ان انت تعبت نفسيا جدا، تعبت نفسيا لانك اتعطلت عن اكتر حاجه بتعشقها في الدنيا، عن شغلك. عشان كده الساعه دي انا مش ممكن اسامح نفسي عليها ابدا. معلش يا ناديه، كلنا في ده الشركه، بس عايز اقول لك انا طول ما في اسعافات اوليه وتنفس اصطناعي انا افدي الشركه دي بدمي. اسم الله عليك، مظبوط. عشان كده مش هدفعلك مقابل مادي عشان الساعه اللي انت اغمى عليك فيها. ايه؟ ما انت ما اشتغلتهاش، كان مغمى عليك. فشل
فشل ذريع. اللي بيحصل في الشركه ده يا دكتور فشل ذريع. ليه؟ لموضوعين. اولا حكايه الماتشات والكوره واللعب والكلام الفارغ ده، هي المفروض الناس تروح تشتغل ولا تروح تلعب؟ وثانيا حكايه الاسعاف دي، ايه الاسعاف والكلام الفاضي ده؟ المفروض الناس لما يحصل لهم مشكله يتصلوا بالاسعاف ولا يتصلوا بالمطافي؟ مطافي؟ ايوه، وقصدي البوليس. قصدي اداره التموين. الاسعاف اولا تخفيف ضغط العمل من خلال النشاطات اللامنهجيه بيؤدي الى زياده في الانتاجيه، هذا اولا. لا الكلام ده مش صحيح خالص. يا سلام، هذا كلام صحيح وكلام علمي، وبيوطد العلاقه بين الموظفين وبعض وبيزيد من قوه روح الفريق. فريق ايه يا دكتور؟ هو احنا رايحين نلعب ماتش كوره؟ يا حمدي، لما يكون العمل زي اللعب، لما يكون البيئه اللي بيعمل فيها الموظف مريحه بتلاقيه محفز وبصحى الصبح وهو نشيط وحاب يروح شغل. انا اعترض يا دكتور. على شو بتعترض؟ ما اعرفش، انا بعترض وخلاص. الكلام اللي انت بتقوله ده مش صحيح بالمره. يا اخي عمرك سمعت في البيئه اللي بيشتغلوا فيها موظفين جوجل؟ مين جوجل ده؟ بلاش بقى، خلينا في الاسعاف الاولي. لا انا مش موافق على موضوع الاسعاف الاولي ده خالص. هو المفروض الناس لما يحصل لهم مشكله مش يتصلوا بالدكتور الاول؟ اسمه اسعاف اولي، يعني اولي، اول شيء في الاسعاف الاولي هو انهم يحاولوا يعالجوا المشكله لحد ما يجي الدكتور. برضه مش موافق، انا اعترض. يا سيدي شوف، انت دائما معترض وانا مش عارف كيف اوصل لك افكاري. انت متقدم علينا في اميال واشواط، وانت عارف انا من زمان بحكي لك انت عباره عن مدرسه مختلفه، منهج كامل متكامل. روق شوي. ما كل الشركات المحترمة في العالم بتعطي موظفينها تدريب، بعض الموظفين تدريب على إجراء إسعافات أولية في حالة لا سمح الله صار شيء، والهدف منه هو إنقاذ الحياة. لا يا دكتور الكلام ده مش صحيح بالمرة. هذا إجراء عالمي، وبعدين بتشجعوا كل قوانين العمل في العالم. مش عارف بس حاسس أنه مش صحيح. والتنفس الصناعي؟ ده كويس قوي، أنا ما عنديش مشكلة أخذ دورة تدريبية في التنفس الصناعي. حمدي، أنت وين تعلمت الإدارة؟ بالخبرة. العلم من وين جبته؟ العلمك هذا الغزير من وين جبته؟ لا العلم ده في الكراريس، ما لناش دعوه بيه، انا اتعلمت الاداره بالخبره. لا حول ولا قوه الا بالله. ونعم بالله. ممكن سؤال يا دكتور؟ تفضل. مين جوجل ده؟ ادخل على النت واكتب جوجل، حتعرف مين جوجل. حاضر هدخل على النت، بس ادخل عليه ازاي؟ فين؟ منين؟ على مين؟ النت. مش لازم استأذنه الاول قبل ما ادخل عليه؟ انا داخل على الله. هل عنا يا زلمه؟